قديس ذهبي الفم يقول ايه؟ اننا نتحد مع المسيح باكل جسده ودمه الاقدسين، لا بالمحبة ورضا الارادة فقط. يعني احنا بنتحد بالمسيح مش بمجرد احنا بنحبه وبنقول له حاضر، لكن بالسر بنتحد جوهريا في حقيقة، في فعلا نوع من الاتحاد السري بيحصل باكل الجسد والدم. ما أحوجنا دائما إلى تناول هذه الذخيرة المقدسة بكل ورع وإيمان ومحب. وده كان بطرك القسطنطينية في القرن الخامس، يعني آخر التلتميات أول الربعميات، فيعني كلام ده من زمان والكنيسة عايشة عليه.